إذن عودة إلى الوحدة لتتمة الدرس، حيث سوف نتعرض إلى قوانين التناقض الإشاعي. أول قانون هو القانون هو عبارة متوسط عدد الأنوية المشعة عند لحظة T، ويكتب رياضيا N دو T تساوي إلى N صفر في E أس ناقص لامدا T، ويسمى أيضا قانون سودي. إذن سوف نتعرف على كل عامل في هذا القانون. ماذا يمثل؟ إذن هذا يمثل عدد الأنوية المتبقية، عدد الأنوية المشعة المتبقية عند اللحظة T، ووحدته نوايو لأنه نواة. إذن وحدة ان دو تي هي نوايو. بالنسبة لان صفر هو عدد الأنوية المشعة عند اللحظة تي تساوي زيرو، أو عدد الأنوية المشعة الابتدائية وحدتها أيضا نوايو. بالنسبة إذا لدينا هنا اللحظة تي، وتكون وحدة لحظة تي وتكون وحدتها إما سكوند أو مينيت أو جول أو آر أو سنة، بينما في وحدة الدولية هي الثانية، إما ثانية، دقيقة، يوم، ساعة أو سنة. لامدا هو ثابت التفكك أو النشاط الإشاعي. وحدته ثانية قوى ناقص واحد، أو مينيت قوى ناقص واحد، أو ساعة قوى ناقص واحد، أو يوم قوى ناقص واحد، على حسب معطيات التمرين. إذا ماذا يمثل لمدة؟ ما قلنا أن التفكك الإشاعي هو ظاهرة عشوائية. عشوائية أي أن هناك احتمالات تفكك نواة وعدم تفكك نواة أخرى، واختلاف لحظة تفكك كل واحدة منها. إذا لمدة هو تعريفا هو احتمال تفكك نواة عند لحظة ما، وهو يتعلق بطبيعة النواة. أي مثلا نواة الكربون تختلف عن نواة الأكسجين، تختلف عن نواة أزوت، أي كل نواة لها ثابت تفكك خاص بها. إذن العينة الابتدائية أو عدد الأنوية الابتدائي، عدد الأنوية المتبقي عند اللحظة T، الزمن، وثابت النشاط الإشاعي. ملاحظة، إذا كان لدينا مثلا N زيرو هو عدد الأنوية المتفككة، عدد الأنوية المشعة أو القابلة للتفكك عند لحظات T تساوي زيرو. عند لحظة T سوف يكون لدينا N دو T. إذن هذا ابتدائي، هذا متبقي،
إذن أين المتحول؟ المتحول يرمز له أيضا أن دوتي متحول أو متفكك. العلاقة بين الابتدائي والمتبقي والمتحول هي أن زيرو تساوي أن لتي المتبقي زائد أن لتي المتحول أو المتفكك. إذن بهذه العبارة يمكن حساب عدد الأنوية المتحول. إذن سوف نتعرض إلى كيفية استخراج هذه العلاقة أو كيف استخرجت هذه العلاقة. إذن نلتقي في استخراج علاقة أن دو تي بدلالة ثابت تفكك والزمن وان زيرو أو قانون صودي، ويسمى أيضا متوسط الأنوية المشعة عند اللحظة تي.